احنا في الحقيقه مهتمين جدا جدا بالمصريين اللي مشرفين بلدهم في الخارج. خلينا نتكلم ان في نماذج كتير من ولادنا المصريين في الخارج مشرفين بلدهم وحاطينهم في اعلى مراتب ودرجات التفوق والنجاح. ومن النماذج دي خلينا نتكلم عن الدكتوره نشوى اسماعيل اللي تم اختيارها مؤخرا كمنسق رئيسي لمجموعه تكنولوجيا التعليم في منظمه بحوث التعليم البريطانيه اللي هي British Educational Research Association او برا، واللي بتعتبر السلطه الرائده في البحث التربوي في المملكه المتحده. حاجه عظيمه جدا جدا يعني، وشرف لينا احنا كمصريين ان احنا يعني يبقى عندنا عنصر مصري بيشرف على تعليم البريطانيين. مع ثورة الذكاء الصناعي اللي شغالة في الوقت الحالي، الدكتورة نشوى شغالة على تنظيم فعالية بين مجموعة من الأكاديميين من دول مختلفة علشان تطور وترفع وعي المدرس الجامعي والطلبة أيضا بما يعرف بالذكاء الاصطناعي في التعليم وفي الاختبارات. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الأمر، بتعمل إيه وإزاي يعني بتشرف من خلال تواجدها في هذا المكان على هذه الأبحاث عبر تطبيق زوم. بتنضم لنا الدكتورة نشوى اسماعيل، أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة دورهام في إنجلترا. صباح الخير دكتورة وأهلا بحضرتك. صباح النور أستاذ مصطفى، صباح النور أستاذة بسنت، وصباح الخير على مصر كلها. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. يعني منسق رئيسي لمجموعة تكنولوجيا التعليم في منظمة بحوث التعليم البريطانية اللي هي بارا، يعني حاجة مهمة جدا، يا ريت تعرفينا أهمية هذا المنصب وفي التعليم الإنجليزي كمان في بريطانيا أهميته إيه؟ تمام، زي ما حضرتك قلتي البارا دي من أهم الأجهزة أو الهيئات اللي بتشرف على التعليم في بريطانيا، وهي مؤسسة أنشئت من السبعينات تقريبا. الحقيقة أي حد بينضم ليها أو بيكون ليه نصيب في الشغل معاها، سواء في بحث أو في إنه ينشر ورق بحث علمي أو إنه هو يشارك في مشروع، ده بيكون بيضيف للأكاديمي وبيضيف للهيئة أو للجهة اللي بيستخدموها. تحت التعليم عموما إحنا تخصصات كتير، في بعضنا بيشتغل في الإدارة التعليمية، في بعضنا بيشتغل في الاحتياجات الخاصة، بعضنا بيشتغل في اللغويات وتكنولوجيا التعليم اللي زي ما أستاذ مصطفى تفضل وقال إنه دلوقتي البوم أو الحاجة اللي هي واخدة الاهتمام كله، وده تخصصي. والحقيقة من التخصصات القليلة في التعليم اللي لازم أو الشخص بيكون الأفضل إنه يكون عنده قدر من الخبرة في المجال التكنولوجي وقدر كمان من الخبره في المجال الاكاديمي، وده الحمد لله يمكن ده اللي عندي، وده من الاسباب اللي خلاهم اختاروني، لان انا اصلا مدرب معتمد بمايكروسوفت في هندسه نظم الشبكات وقواعد البيانات، بالاضافه الى الماجستير والدكتوراه بتوعي في مساله التعليم والتعلم. أي. فاحنا بنشتغل في الجزئيه بتاعه تكنولوجي التعليم، بننسق المشاريع البحثيه في هذا المجال تحت مظله البارا، بننشر الابحاث العلميه في مجله علميه مهمه مع البيرا اسمها البيجات، كمان نشر الابحاث، المؤتمرات عندنا مؤتمر كبير جدا في على مستوى انجلترا بننظم له، كمان بندي جوائز للابحاث العلميه المتميزه سواء للماجستير او الدكتوراه، فهي حاجات كتيره جدا كلها. صحيح. في جزئيه تكنولوجيا التعليم. تكنولوجيا التعليم حاجه والذكاء الاصطناعي حاجه تانية، والعالم كله النهارده بيتكلم على قصه الذكاء الاصطناعي. حضرتك بتعملي ايه فيما يتعلق برفع وعي البريطانيين فيما يتعلق بهذا المفهوم، وازاي يعني ايضا عندنا حد قصه الاخلاقيات، يعني ظهر دلوقتي مفهوم جديد اسمه اخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لان في تخوف من تغول هذا المفهوم على عدد كبير جدا من الامور الانسانيه. تمام، ودي نقطه مهمه جدا، لان زي ما يعني عارفين التكنولوجي مش هنقدر نوقفها، مش هنقدر عندنا زرار نقول يا جماعه خلاص بلاش تكنولوجي. فانا لست مع المنع، ولكن انا مع الوعي. أيوة. ورفع الوعي ده شيء مهم جدا. بالزبط. ومع التعليم احنا عندنا اولاد طلبه، عندنا مدرسين، عندنا اولياء امور، عندنا صانعي قرار، ففي ناس كتير جدا منخرطين في المساله التعليميه. وفي على الاساس عندنا المدرس والطالب، والحقيقه مع تكنولوجي التعليم والتشات جي بي تي والذكاء الصناعي ده مهم قوي ان انا انشر الوعي لكليهما. يمكن قبل كده مع
تكنولوجيا التعليم. المدرس ما كانش كان دلوقتي كان اختياري ان انا اعمل له عمليه رفع الوعي باللي بيحصل، مجرد انه يعرف ازاي يشغل الجهاز. لكن انا مع الذكاء الصناعي في حاجات اخرى دخلت، زي الاخلاقيات، زي الخصوصيه، زي الغش او الاكاديميك كوندكت، ازاي اكتب ورقه صح. ما فيهاش اي نوع من الاقتباس، ده بالنسبه على مستوى الطالب وعلى مستوى المدرس. فاحنا شغالين في القصه دي، ان انا دلوقتي دخلت المدرس بشكل رئيسي في برامج التدريب مسألة الوعي باللي احنا بنشتغل عليه، ازاي ان هو نفسه ما بيجي يكتب حتى ورقة بحثية، هو ازاي بيستخدمه بشكل زي ما حضرتك قلت اخلاقي. والطالب طبعا ده ليهم شغل كتير جدا، لان احنا مشكلة دلوقتي في الذكاء الصناعي ان انا لسه ما طلعش عندي القوانين والخطوط الأساسية اللي احنا نمشي عليها. انا ما عنديش حاجة تقول له اعمل ده وما تعملش ده في حدود الذكاء الصناعي، بالذات مع الحاجات زي تشات جي بي تي. فالحاجات دي لازم، لان الانسان اللي بيعملها لازم طب الشخص دكتور اللي بيستخدمها. دكتور احنا كنا في الجامعه عندنا كان في زي انا مش عارفه ازاي دكاتره كانوا بيعرفوا، بس لما حد كان بيقتبس او بيعمل بلاجيريزم كانوا بيعرفوا. فالنهارده اكيد التكنولوجيا تطورت اكتر، فالنهارده انتوا كدكاتره بتقدروا تعرفوا لو الطالب ده او الباحث قدر ان هو جاب البحث بتاعه من ويب سايت معين او حد عمله له او تشات جي بي تي ساعده مثلا، صح ولا لا؟ تمام. طبعا التكنولوجي بتساعدنا ولكن ليها حدود، لا مع التقدم السريع. زي ما حضرتك قلتي في برامج معينه وممكن معروفه على مستوى الجامعات، لو طالب غش انا بيطلع لي نسبه مئويه نسبه الغش، وبيطلع لي كمان اللينكات اللي هو الطالب غش منها. لكن مع الثوره الصناعيه بقى في برامج بتقدر تعمل بتكسر القصه دي وما بقتش تقول لي، وبالتالي انا عشان اجيب طالب احقق معاه اقول له انت غشيت، انا ما عنديش دليل، ما عنديش برنامج بيقدر يدهوني. واحنا حقيقه بنشتغل بشكل معترف بي، يعني ما اقدرش انا اجيب حتى لو برنامج السوق بيستخدمه، انا ما اقدرش استخدمه الا تم اعتماده وتوثيقه والاعتراف بيه من الجامعه. ودي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، مش هنقدر دلوقتي مع الثوره الصناعيه العاليه ان انا يكون عندي اداه تكنولوجيه كما كنا بنستخدمها سابقا تقدر تديني دليل للغش. وهنا دي النقطه، ان انا مش هقدر على المنع، انا لازم اروح على منطقه الوعي، وان انا ابتدي اواعي. لان انت طالب لو انت غشيت في الاخر انت مش هيفيدك كتير، لان انت عايز تتعلم. ان انا اقتبس ده مش هيضيف اليك ومش هيخليك في الاخر تقدر شخص تدخل في مجال العمل. صحيح. دي الحاجه اللي يمكن بنشتغل عليها كتير جدا. صحيح. دكتور عرفنا ايضا ان حضرتك مشاركه في مشروع تبسيط تدريس العلوم، قد ايه الجمله دي جميله جدا، ازاي بنبسط العلوم وازاي بنسهل دراستها. تمام. ده مشروع حاجة كبير، يمكن كان ممول برقم كبير جدا من الولايات المتحدة الأمريكية. كان مشروع تعاوني ما بين متحف العلوم في لندن ومتحف العلوم في لوس أنجلوس، وكنا داخلين فيه 4 جامعات. القصة بتقول ببساطة إلى أن كل حد وهو بيتعلم العلوم ممكن يضيف إلى هذه المنظومة، بيضيف للعلم. فالطفل الصغير وهو ماشي شاف ورقة شجر، الورقة الشجر دي لو خد لها صورة وشاركها مع ناس عندهم قدر من العلم، ممكن جدا هم كلهم بيستفيدوا من هذه المعلومة وبيوثروا بعض. فإحنا بنشتغل كنا على 2 بلاتفورم، منصات كلها علمية، وكان قاعد على المنصات دول في الباك اند الناس اللي بيشتغلوا في متاحف العلوم. فكان الطفل بيروح يصور، يروح في الجنينه في بارك جنب بيته، يصور جناح عصفوره، يصور جذع شجره، يصور ورده، وبعد كده بيطلعها يقول لهم يا جماعه انا شفت دي، طب انا رايي ان دي من الفصيله الفلانيه، وبيدخلها على مجموعه كبيره من الناس فورا موجودين، طبعا كلها خاضعه للرقابه، وبيبتدوا يتبادلوا المعلومات لغايه في الاخر ما بيوصلوا يا ترى هي ايه. واحد تاني في امريكا يقول له ده انا عندي زيها بس مختلفه، واحد في افريقيا يقول له لا ده انا ما عنديش بس انا عندي حاجه تانيه بتقدر تاكل النبات ده، وهكذا. ده عملنا انترفيوهات مع اطفال كتير وجمعنا الداتا بتاعتهم، ولقينا فعلا الى ان انا ممكن ابسط العلوم، مش لازم من خلال الكتاب اللي موجود جوه الفصل. طيب احنا البيئه نفسها اللي احنا بنخرج فيها. لو بنتكلم عن الاي اي او الذكاء الاصطناعي، ازاي تم توظيفه في التعليم في انجلترا؟ احنا دلوقتي بنوظفه في التدريس، دي نقطة من الحاجات اللي بنشتغل عليها. طب ما هو مازال ان انا الـ AI او الذكاء الصناعي والشات جي بي تي بقوا حاجة بتضايقني، طب ما انا ممكن استخدمها في التعليم. بس هي النقطة بقى ان انا ببتدي من حيث انتهى للشات جي بي تي، بمعنى ان انا بجيب دلوقتي، الاول كنت بقول يا اولاد ما حدش يستخدم الشات جي بي تي، دلوقتي انا بجيب التاسك او الحاجة اللي المفروض يعملوها واقول لهم دخلوها على الشات جي بي تي
وهاتوا النتيجه واحنا هنشتغل على النتائج. فدلوقتي احنا عاملين شويه برامج وبرامج تدريبيه للمدرسين ان احنا كيفيه استخدام الشات جي بي تي في طريقه اداء المدرس، وبيوظفه ازاي انه يوصل المعلومه. مش بس كده، ان انا بقدر ارفع مستوى التفكير النقدي والاناليسز اللي هو القدره على التحليل من خلال مخرجات الشات جي بي تي. انا بشتغل على مشاكل الشات جي بي تي، مش بشتغل على انه بيحل لي هو مشاكلي. ايوه هايل. على اي حال يا دكتوره، احنا يعني ننتظر برضو يعني من حضرتك تعاون ايضا في مع الاساتذه المصريين زي ما تتعاوني مع الاساتذه البريطانيين. نتمنى ان ده ينعكس ايضا على الداخل المصري. بنشكرك يا دكتوره نشوى. دكتوره نشوى اسماعيل، استاذ تكنولوجيا التعليم في جامعه دورهام في انجلترا، وايضا اللي تم اختيارها مؤخرا كمنسق رئيسي لمجموعه تكنولوجيا التعليم في منظمه بحوث التعليم البريطاني اللي بتشرف على التعليم البريطاني. بنشكرك وشرف لينا ان حضرتك تكوني معانا في صباح الخير يا مصر.